ان استمراريه المرفق العام واستمراريه الالتزامات. مشى وزير لا جا وزير، كاين التزام حكومي خصو يطبق هذا الالتزام الحكومي. اليوم عندنا هذه الندوه الصحفيه باش نوضحوا الراي العام اسباب الاحتقان اللي كاينه في القطاع والاسباب اللي دتنا ان ندعوا للاضراب. باش نزيدوا نوضحوا هو ان هذا الاتفاق فهو ملزم للحكومه، واول نقطه فيه هو انه الاصلاح غادي يكون ولكن ما يكونش على حساب الموظفين، بمعنى ان المناصب الماليه المركزيه خصها تبقى، صفه الموظف خصها تبقى، ولكن كتفاجئوا ان مشروع قانون الماليه حاليا اللي بدا في المسطره ديال المناقشه في واحد المقتضيات اللي كتجهز على هذه النقطه ديال مركزيه الاجور ومركزيه المناصب الماليه، وبالتالي كنعتبروها بان خرق او النقطه من طرف الحكومه وعدم التزامها بهذه النقطة، هو اللي خلانا أن درنا مراسلات للوزير الحالي على أساس أنه يكون واحد اللقاء مستعجل على أساس أنه نحلوا هذه الإشكالية، لأن دابا حنا قانون المالية معروفين مرتبط واحد الأجالات وما غيفوتش واحد المدة وغيتصادق عليه، ولكن ما كانش تجاوب، لهذا اضطرينا حنا أننا خدينا هذه الخطوات النضالية اللي بدات بهذه الندوة وبدات أكيد بالإضراب ديال يومين، ونحمل المسؤولية للحكومة في هذا الاحتقان، وأن الحل بيد الحكومة، علاش؟ لأن هي اللي خلقت الاتفاق، وأن هذا الاتفاق أصلا ما جاء إلا من بعد نضالات ديال 6 شهور تقريبا وجميع المرابط الصحفيه كانت تابعات، ولكن اللي كناكدوا عليه هو اننا بالنسبه لنا حنا هذا الخرق ديال هذه الماده فهو خط احمر. علاش؟ لان ما يمكنش ان المهنيين ديال الصحه والشغله الصحيه تؤدي ثمن الاصلاح، هي مع الاصلاح، لان الاصلاح والاشكاليات اللي كانت في الموارد البشريه فهي مساله ديال نقص الموارد البشريه وظروف العمل، وما عمره كان مشكل المناصب الماليه او الوضعيه الوظيفيه ديالهم، وبالتالي انا كنعتبروا بان هذا خرق ونقد لجميع الاتفاقات اللي كاينه، ونحمل كامل المسؤوليه ونطالب الحكومه بتحمل مسؤوليتها وحل الاشكاليه واقتضاء الامر كاع القيام بالتعديلات التشريعيه اللازمه. مع الاسف نحن متاسفين المرتفقين والوافدين على المستشفيات خاصه المرضى من عدم تواجد العمل، وهذه نظنها انها مسؤوليه ديال الحكومه، لاننا سنينا واحد الاتفاق في 23 يوليوز اللي قلنا بانه سالينا واللي تضمن عدد الفقرات، ولكن فقرتين اهم هي مركزيه الاجور والحفاظ على صفه موظف، وهذو نقطتين اعتباريتين اساسيتين اللي جاوا في الاتفاق، واللي مع الاسف مشروع الماليه ديال 2025 ما خرجهم، وهذا خلق واحد يعني سوء، واحد الشك عند العاملين بالقطاع الصحه اللي تفاجئوا كيفاش هذه النقطتين الاساسيتين اللي هما احد المكاسب الاساسيه واللي لمده واحد 30 او 40 سنه يتم التخلي عنهم، ولهذا يعني نحن نعتبر ان الحكومه تراجعت على المسؤوليه ديالها وانها ما قامتش بالواجب ديالها بالتطبيق، وهي مسؤوله على ما يقع، ونتمنى ان يتم التصحيح وتدارك هذا الشيء في اقرب الاجل. من بعد سنه سيتم حذف المناصب الماليه من الميزانيه العامه، بينما الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومه في شخص وزير الصحه والحمايه الاجتماعيه السابق نهار 23 يوليوز هو اتفاق مع حكومه، لان كان يمثل الحكومه، تم الاتفاق معه على مجموعه من النقط، 27 نقطه تقريبا، اولها هي مركزيه الاجور والحفاظ على صفه الموظف، واذا بنا اول امتحان مع الحكومه كنصادموا انها كتراجع على هذا المقتضى، الشيء اللي خلى الشغله الصحيه كتعيش واحد الاستقرار نفسي، واحد التخوف، لان باش تعطي خدمه لائقة للمواطن خاص الموظف يكون يعيش في استقرار نفسي واستقرار مادي. منين انت كتقول لي راه من بعد عام غادي نديك المجموعه الصحيه الترابيه وغتبغي تخلص من المجموعه الصحيه الترابيه، ما بغيناش نكرروا التجربه ديال التعليم. دابا وكاننا غادي نعاودوا داك الشيء اللي فين توقفوا التعليم، حنا غنبداوه. عندك 70,000 موظف غتخلي المصير ديالهم المجهول، بالتالي حنا كنطالبوا ان يعني الحكومه تحذف ديك الماده الفقره الثالثه والرابعه من مشروع قانون الماليه 2025، وبالتالي يحيلون الامر على انه لما لا تغيير القوانين اللي ممكن تضر بالموظف واللي ممكن تاثر على وضعيته الاعتباريه او وضعيته القانونيه، سواء وضعيته كموظف او تقاضي لاجوره من الميزانيه العامه فصل النفقات. وكنعاود نجدد من خلالكم الاعتذار للمواطنين، لان في الحقيقه حنا عندنا خوتنا وخواتاتنا اللي كيمشيو للمستشفى العمومي غيمشي اليوم وغدا غيلقاه مغلق، اللهم المستعجلات والانعاش، يعني اضطرينا الى هذا الامر، وكنجدد الاعتذار ديالي.